مع بياض البيض حتى كيندمجوا مزيان وكيتضاعف الحجم وكيولي عفوا كريمي. من بعد ما كيضاعف الحجم وكيولي على هذا الشكل هذا، ديك الساعه كنضيفوا له باقي المكونات شويه بشويه. غادي نضيف له دانون ديال اليوغور، وكذلك غادي نبدا بنفس الشيء نطرب بطراب كهربائي حتى يندمج لنا مع الخليط. Thank you.
كنستمر في التطريب وكنضيف الكوك. هادو هما المكونات، كنخلطوهم او كنضربوهم مزيان مع بعض حتى كنتحصلوا على خليط متجانس، وضروري ما يكون كريمي على هاد الشكل هذا ان شاء الله. كنخليوها على جنب وكناخذ الكريمه او كريم شونتي ديال 200 ديال المليلتر، كنحاول نضربها مزيان بطراب او بخلاط كهربائي حتى كتولي كريمي، يعني كيولي خليط كريمي عفوا. ومن بعد مشاهدي الكرام كنخلط الكريمه اللي حضرناها ديال الكوك والزبده مع كريم شونتي، كنخلطهم مع بعض بطراب كهربائي حتى كيندمجوا وكيولي خليط متجانس وكريمي.